مشبه لله بخلقه، يعتقد أن الله تعالى يلد. لماذا نقرأ في سورة التوحيد لم يلد؟ هذه فكرة الولادة، فكرة قديمة وجديدة. إلى الآن هنالك من يعتقد بأن الله يلد، إما بصورتها الولادة الجلية أو بصورتها الخفية. الصورة الجلية يعني الله له ولد، جاء واحد إلى الوالد رحمه الله، واحد مسيحي جاء عنده، قال له مضمون القضية، لأن قديمة مارة علي القضية، قضية في كربلاء قبل يمكن 40 عام. قال له: كيف تعتقد أن المسيح ابن الله؟ يعني شنو؟ يعني مثل ما أنت عندك ابن، الله عنده ابن هالشكل على هذا النحو وعلى هذه الطريقة؟ فاحمر وجه ذلك المسيحي، لأن ما يمكن أن يقول بذلك. وقال: لا، باعتبار أن المسيح ما إلى أب، أنا أقول إنه ابن الله. فالوالد على ما في بالي يذكر أنه قلت له: إذا لأن المسيح ما عنده والد، ما عنده أبو، هو ابن الله، فآدم أولى بأن يكون ابن الله، لأن ما عنده لا أبو ولا أم. اللي ما عنده أبو هذا ابن الله، اللي ما عنده لا أبو ولا أم وهذا أولى بأن يكون ابن الله، فليش ما تقول أن آدم ابن الله؟ فسكت.